أصبحت الوضعية نجم الله لا يقدر تصير كارثة، ولا صارت كارثة يعني بالعشرات، مش معناتها خطر كيف تقع، معناتها الوقت اللي زور دو بوانت السيارات تجي من واد غنيم من جوهرة ومن صفايا ومن سهلور ويتلاقاو يعني معناتها وقت يقفوا على السكة، إلا كان لا قدر الله فيك التونتي هذاك الانستونتي باش يتعدى تران العادي نجموا يوخروا لي قدموا باش يهزهم كل، يعني معناتها ضرورة ضرورة معناتها ولات حتمية باش نتفاداو الله لا يقدر كارثة كبيرة. هذا علاش معناتها تكلمت كل حدة معناتها في الموضوع هذا، وقت لقيته في البرنامج نتاع المخطط ميم أربعة وقت له هو يزمو ميم واحد وفي في معناتها في أقرب الأجال، وهذا يتخطط من قبل، وقال السيد رئيس البلدية يتخطط من قبل وموجود معناتها القنطرة غاديكة موجودة من تقريبا 10 سنوات وموجودة يظهر لي برمجة وتحطت حتى معناتها الميزانية بتاعها، والآن ما نش عارفين علاش متعملش. هذا الحمل المسؤولية بلدية سوسة والتجهيز والنقل على كارثة محتملة مش تقع معناتها غاديكة، هذا الكياس هذاك المقطع هذاك ما عادش نجيب منه السكر، ما عادش نجيب منه البيرسونال، ما عادش نجيب منه، لأن راهي باش تصير كارثة يوم ما، ونحملكم مسؤولية وسجلوا عليها. أنا وترحيب وإحنا نحملكم مسؤولية في فرض المشروع هذا. أنا ما يهمني شيء، يهمني معناتها أنه هذا لا يدخل في ميم واحد لا في ميم صفر من غدوة، إلو بلو بلو بوسيبل، لأن الكياس هذايا الناس وقت تبدا في لور دو بوانت وغير لور دو بوانت. معناتها الناس جايه منه والناس جايه من ولد غنيم منه والناس جايه من الصفايا من هنا ويتبنوا بلا ينجم واحد يوخر، لا واحد يقدم وقت يتعدى ترى يسكن. يهديكم ربي، راهو حتى البوليسيه باش تحطوهم تحب 100 بوليس باش ينجموا يعملوا سيركيلاسيون غاديه. ولهذا راهو يبان فيكم، راهو معناتها راهو نحملكم مسؤوليه نسكن وتحملوا مسؤوليتكم وخصوصا بلديه سوسه.